شغال هون عم بيطرح بهالايام. كيف ما سالته؟ قال وين تعرف داره؟ بدي اعطيكم بعد اللي قالوا امبارح بهالموضوع هذا. بيقول الجنرال عون امبارح بمؤتمر الصحفي اعداد مجموعه مسلحه تضرب القوات المسلحه من الظهر وهي متمركزه للدفاع عن المنطقه الحره، هذا عمل جبان وعمل خيانه. مش خيمين بلش تضرب مين؟ خيمين بلش تضرب مين؟ من اول يوم بلشت القوات اللبنانيه تهاجم مراكز الجيش المنعزل وتطعنها. انا عم بعطيه وقائع، يعطيني وقائع اي يوم واي ساعه واي لحظه. انا رح اعطي كل الوقائع يلي سبقت بدايه المعركه هالاربعه زيادة عن الوقائع اللي اعطيتكم اياها. رحمكم تاريخ 30/1/90 نهار الثلاثاء الساعة 2:30 بعد ظهرك شوفوا الأحداث كيف بلشت. خطف الرفيق يوسف طنوس وسلبه آليته العسكرية على حاجز الشرطة العسكرية منطقة جسر باشا. الساعة 4 خطف الرفيق اسكندر كنعان على يد عناصر الجيش اللبناني المتمركزين في مبنى الدفاع المدني في عين الرمانة. الساعة 5 وضع السريد من 124 جيش لواء التاني بحالة جهوزية وتأهل قصوى. المهمة مداهمة مراكز وعناصر قوات منطقة الدبيون. هي بعد الثلاثة بعد الظهر. الساعة 6 خطف الرفيقين سيمون المملي وربيع العضيمي على حاجز الجيش في شفرونيه. الساعة 6:30 خطف الرفيقين شحيد شقاي وربيد دير سفيان على حاجز المغاوير في منطقة طلارجة. ومصادرة سلاحهم الفردي واحتجازهم. هي كله الثلاثة بعد الظهر. الساعة 7 تدعيم وتعزيز مركز الجيش في زرقاء وحاجزهم في منطقة برجاوي ومقابر وتدوير الملالات استعدادا للتحرك. خطف عنصران القوات وسلب آليتهما في منطقة عين الرمانة. في الوقت الذي كانت فيه قوة الجيش التي احتلت مدافع تمر تتجه نحو ساعة العرض والمجلس الحربي. خطف الرقيب الكولا رحمي وضربه واهانته على حاجز اللواء السامي في منطقه جسر جيش زبان ليكوان بعد ما الثلاثة الساعه 7:30. 7:30 خطف الرفيق حوشب مخلوق بعد مداهمه منزله بالتحويطه. الساعه 8:30 داهمت مجموعه من المواد مكافحه منزل الرفيق اسكندر الوادي في حي النعوله في الحدث واقدمت على اختطافه مع سلام الرفاقي. الساعه 9 خطف الملازم اول كلود خوري ورفيقه سعيد الاخرس اثناء انتقالهم في مهمه عسكريه روتينيه ولغايه الان لم يحدد مصيرهم. الساعه 9:30 مداهمه منزل ملازم اول كول سبير في دريا في سروان. لكن عم تصير عمليات كانت بجبال بدريا في سروان ببيروت بعين الرمانه وسلبه سلاحه الفردي وعداده. سريه من الجيش تتقدم باتجاه الهنجرات المحروقه الساعه 9:30 في اطراف ساحه العبد في مهمة واضحة للالتفاف حول المجلس. بنفس الوقت الساعة 10 بالليل 3 انتشار حول سكنة صربة وانتشار اللي قال على مخازن تموين وانتشار كثيف في منطقة متحف تمدد المغاوير في عدمة وتطويق مراكز قوات في فترة 3 الساعة 9 بالليل. نهار 4 الصبح يعني الساعة 12 بعد نص ليل 3 صباح الأربعاء الاعتداء على مجموعة الحماية التابعة للصندوق الوطني من قبل مجموعة الجيش اللبناني. هذا الصندوق اللي صوره المحتلون ومن وقتها ياخذينا الصندوق ليش مركز عسكري شو هالكذب هذا. الساعة 1:15 صباح الأربعاء 31 مداهمة مركز قوات صلب المدينة مدرسة سياحية في الدكويني واعتقال عنصرين كان بداخله. الساعة 2:10 احتلال مركز الدفاع الشعبي في رأس الدكويني مع مداهمة لمنازل وعناصر القوات في تلك المنطقة وقد عرف من رفات المخطوفين إلى هلا بعض المخطوفين ميشيل مخلوق إليم هلا في الوهبة ميليت صليبة أنطون وأنطون. كما تم احتلال مراكز دفاع الشعب في مستديرة الحيل وخطف أربع عناصر من عديدهم الرويسات وتخريب وسرقة محتوياته الروضة وخطف أربعة من عناصره ومركز تابع لجهاز الأمن في منطقة الدكويني وكان آخر هذه الأعمال العدوانية ما قام به قوات الجيش في رأس الدكويني. نحن اللي بلشنا يعني أنا بعطيك كل هالوقائع يعطيني واقعة واحدة نحن اللي بلشنا زيادة عن هيك كنت ما قلت لكم بلد المستقبل كان رايح تحتل البي ونبلش ينتشر بجبال تطور مراكز الأول. ما لك شو قلت لك امبارح؟ تبين هذا بالتحقيقات مع الموقوفين على انه كان في اعداد مسبق وفي توزيع اهداف في خطه عسكريه كامله.
لك يا جيران مين يلي بلش؟ انتم بالاعلام او غير الاعلام بيقول بدي الغي القوات اللبنانيه، ما في قوات مسلحين بعد موجودين، ما بقى القوات المسلحه الضل موجوده، ما في بندقيه الا البندقيه الشرعيه، والبندقيه الضل موجود، نشكر الله اعطانا نعمه اذا بدنا نلتحق بالجيش اللي منه محامي ومهندس بشبح له وبلاقي له شغله، والشبح ما بيقدر يلاقي له شغله. ما مين اللي بلشها؟ مين اللي اجى طرح وركض كل الناس عنده صار يقولوا له الجنرال ما بيعمل غير القوات اللبنانيه، ما بيوصل الا غير القوات اللبنانيه، ضلينا يومين نتباحث نحن والجنرال قبل الاشتباكات، قبل ما بلشت الاشتباكات، انه ما بيعمل غير القوات اللبنانيه وما بقى تضل القوات اللبنانيه، يا بفوتوا على الجيش كعناصر مش كدور كونستيتويه، يا ما بلديها، كيف تعلنا بالظهر؟ ما مين بلش الحرب؟ ما انت بلشت الحرب هيدي؟ لما نطعم بالظهر نحن مش هلا كنا نطعم بالظهر، كنا وقت كنت مخنوق ومطويلك من كل الجهات ساعتها بنطعم بالظهر. لو القصه مثل ما عم تحاول تسوقها قصه الطائف وما الطائف مطيوب، يا حول كل منطقه كسروان وجبال بتصرفنا، ليش ما فوتنا الا حوض وقعدناه؟ حاجة ما تكون مش معنا، سكنت عم شيب مش معنا، كل منطقه جبال مش معنا، ليش ما فوتنا الا حوض وجيش وحطيناه بسربها هلا؟ عيب الكذب مشان تبيع الناس غير الموجود، انت كان بدك اياه تقضي على القوات اللبنانيه وتسيطر على كل منطقة شرقية ما تقعد تخلي حدا يتحفظ ولا حدا يتنفس. منا قصة لا طائف ولا غير طائف، أنت بتعرف تماما شو موقفنا من الطائف. أنا برجع بسألك، لو هيك ليش ما فوتنا الياس نهراوي على سربا؟ ليش ما فوتنا أمين لحود وجيش وهلا وهلا والأقوات عسكري، ليش ما فوتناهم على سربا على كسروان على جبال على مطرح بدك إياه؟ المعابر كلها صارت بإيدنا، ليش ما فوتناهم؟ فإذا مش مضبوط اللي عم تحكيه. كل اللي عم تطرحه يا جنرال كذب، عم تكذب على الناس. انت اللي عم تعمله بدك تجرب ما تخلي حدا واقف على جنب المنطقه الشرقيه، ولا حدا قادر يحكي كلمه، ولا حدا قادر يتنفس، اذا فيك تقطع الهواء عن الناس الا اللي بيطلع بيزقفوا لك، هو بس معنا شيء بحق لهم بشويه هواء، وهلا بوجودنا بحق لهم بشويه هواء. لو انقضى على القوات اللبنانيه او ما في قوات لبنانيه حتى هودي ما بده يحق لهم هواء. بيجي بيقول لك قال شو معنى تصريح مكارتي وشو معنى تصريح جرجان؟ شو بدي مكارتي او جرجان؟ بعطيك وقائع بترجع بتقول نحن بلشنا وبلشنا لانه يعني مع الطائف وبدنا نمرر الطائف وهيدي خيانه بالظهر، انت خيانه بالظهر، عيب عليك. سبعة اشهر نحن ضلينا سبعة اشهر سلاحنا بايدنا محافظين على كل الجبهات لحديت هاللحظه، الجيش معه 40% من الجبهات، نحن معنا 60% من الجبهات، بيكفي وقوفنا على الجبهات، ما خلينا حدا يجي على الجبهات، ما بنخلي حدا يمرق من الجبهات. بيك في كل شيء اشتغلنا بحرب التحرير، تتيجي تتعنى بالدار هلا وتجرب تقضي علينا لانه صار عندك شويه انصار، صار فيه تستبدلنا فيهم وقت ما كان عندك انصار،